هلا والله، جاهزين للعودة للمدرسة؟ دلما مول جايب لكم تجربة رهيبة هاي السنة مع جوائز تصل قيمتها ل 50,000 درهم، ودلما مول جايب لكم لعبة تقطيع الفواكه. حبيبي خلينا نتشرى أول شيء عشان نقدر نلعب. شو رايكم في فاشن فروم بوردرز؟ حبيت هالأغراض المدرسية من سنتر بوينت. هاي السماعات اللي من شرف دي جهيل يحتاجها عشان دراستي. الله، حبيت هاي الشنطة من جاش المال. هذا الشوز اللي يحتاجه من سكتشرز. يس، يلا نلعب. راوند 1 فايت. كيفكم تقدرون تشاركون في لعبة تقطيع الفواكه في دلما مول ابو ظبي المفضل؟